اتقي شر من أحسنت إليه. والله العظيم إلا اتقوا الشر من أحسنت إليه. الواحد مستجاب وأكيد غتجيه. كنت منه أنه يشوف هاد الفيديو ديالي ولا فيديو ديال البارح ويقرأ لي كومنتير ويقرأ ديك الدعاوي اللي جاوا ديال حسبي الله ونعم الوكيل، وغادي يعرف بأنه غتجيه. غتلقاه. لأن واحد راه خاصو يعرف بأن راه دمر عائلة، وبعدا خاصو يعرف بأن على عاتقه ماتت روح بسببه ماتت. غادي تقول العمر كيتقاضى، ولكن كاين سبب، فالسبب هو انت انك قتلتي واحد الراجل اللي مات بالحسرة على ولده، انت هو السبب. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. هذا الفيديو هذا درته باش نشكر الناس اللي كانوا قبل معايا في القناه اللي دائما متبعيني ومسانديني، ونشكر الناس الجداد اللي دخلتوا وبدعواتكم الزوينين وبكلامكم الزوين وبتأثركم معايا، وشحال من وحده كتبت لي بكينا معاك على القصه ديالك. كنبغي نشكركم، كنبغي نقول لكم الله يسهل عليكم دنيا اخرى والهلا يطيحكم في داكشي اللي طحت فيه. هذاك الفيديو انا درته كما كتبت في العنوان، ماشي للفرجه وانما للعبره، لان بزاف ديال الناس طايحين من غدر الصديقات او غدر الصحاب، كيدخلوا لداركم كيحسدوكم، يعني كيخلاوا السن بالسن والقلب عامر سم. كي انتيا كتتمدي ليهم يدك ديال الخير وتمدي الطعام وتنوضي وتطيبي وديري وتشقي عليهم، ولكن هما كيكونوا حاسدينك علاش هي عندها، علاش هي عندها، وعلاش هي هذه، وعلاش هي هذه، ولكن انت راه كتكون فيك مزدوحه وما تتبينيش لديك الناس. هذاك الشيء علاش فانا درت هاد لا فيديو ديال البارح باش وريت العبره، بغيت نعطي عبره للناس يشوفوا ان ما يتيقوش بزاف ديال الحوايج، لان اقرب الناس ليك هو عدو ديالك. واحد كتعطيه اسرارك وكتعطيه كل شيء ديالك وكتخليش شنو كتتعاودي له وكديري له، راه هو اللي تيكون حاسدك. اتقي شر من أحسنت إليه، والله العظيم إلا اتقوا الشر من أحسنت إليه، لأن بزاف ديال هاد الناس طايحين منهم وحدة، أنا وحدة منهم. والله العظيم إلا كنت شوفوا داك الإنسان اللي بسبب هاد الحالة اللي حنا فيها، راش غنقول لكم؟ راه بحال شي واحد خاي كيدخل للدار داخل واكل، غادي واكل حسن نيه راجلي عافاك عطيه، راه مرتو خدامه ما كتجيش كطيب ليهش عافاك، الا صايبت كيكه كنعطيه. اقسم لك بالله والله شاهد على كلامي، الا زعما راه ماشي تنقول هادشي، انا بغيت طعامي يحلو في ركابي، وبغيت داكشي اللي دار ليا لولادي هو اللي دار ليه. شيكو كان هي مشاو الفلوس ومشات الدار ومشات القهوه، وكون بقى باهم معاهم ما كانش غيبقى فيه الحال. الحمد لله انا عارفه راجلي راجل كيجيب من فم السبع، كان ما غاديش نتخصص، كان بزاف ديال الحوايج كانوا بناتهم ما غاديش. دابا المشكله انني انا عادي، انا ما اضطريتش، حنا كبار كتمشي من مرحله لمرحله، نهار تيكون نهار ما تيكونش، ولكن بناتي اللي ضروا وصحابات عندهم تما في مدرستهم وبزاف. دابا باقا بنتي الان تتقول لي بغيت ميتريس ديالي إلهام نمشي نقرا عندها، يعني راه هذاك الفيديو اللي حطيت البارح باش انكم يعني العبره، ما تيقوش ما تدخلوش اي واحد، ما تعطيوش اسراركم، تكون واصله فيكم الجدر، شكي الله وما تشكيش الواحد، لانه يطيحك يطيحك، ما يعقلش عليك يطيحك يطيحك. فالحمد لله المهم دازت وداكشي، واقسم بالله الا فرحت البارح، فرحت واحد الدرجه ما تصوريش. كنشوف وكنقرا لي كومونتير دعواتكم معايا، وقفتوا معايا وتاثرتوا معايا، والناس الجداد اللي دخلتوا عندي مرحبا والف مرحبا، الناس الجاليه المغربيه اللي داخل المغرب وخارج المغرب، وخوتنا الجزائر حتى هما اللي حتى هما معانا كيساندونا في المحن ديالنا بزاف بزاف. وكنبغي نشكر واحد الانسانه اللي فضلها كبير كنقولها دائما وكنعاودها، لاختي وصديقتي وصديقه العمر، واللي رغم ان بزاف ديال الحوايج ما عمرها تبدلات عليا، غيزلان ياري فلوك راها ديك كيما شتها كيما باقا. الحمد لله من اول ما حطيت فيديو كانت معايا في اليوتيوب، وهي اللي سانداتني وهي اللي قالت يا ايمان خدمي على راسك فيه وعاوني بنياتك ونحط فيديو كتبارطاجيني. البارح حضرات مريم سيفورا حتى هي كنبغي نشكرها، كنبغي نشكر رانيا فلوغ تاعي في الامارات، قناه مول السلعه، نور الهوده، اللي كلهم زعما كلهم قالوا كلنا ايمان
كلنا مع ايمان ودك الشيء كلكم زعما وانتم اللي كنبغي ربي هو اللي غادي يجازيكم ولكم الاجر، لان فعلا اخوتي فعلا فعلا انا راه ماشي تنكذب عليكم ولا تنقول لكم شي حاجه ولا هذا ولا غير باغا البوز ولا باغا شي حاجه، انا فعلا دايره هاد القناه اخوتي باش نهز بها وليداتي. غادي يخرجوا لك كاينين واحد الفئه يقول لك نوضي خدمي عليهم، نوضي ديري عليهم. انا صايبت السي في، هادشي اللي قلتو فعلا عندكم صح، صايبت السي في عندي راه غادي نحطو لكم تشوفوا حتى هو، باش ما تقولوا زعما دفعت في كارفور دفعت في مرجان دفعت بزاف ديال الحوايج. للاسف انني ما عندي حتى شي ديبلوم، ما درت حتى ديبلوم، تزوجت وانا صغيره، راه الناس الاولين معايا راه عارفين، كنهضر مع الناس الجداد اللي مرحبا بكم. تزوجت وانا صغيره، ولت انا صغيره البكالوريا ديالي ما كملتهاش، حبست في سيزيام اني. يعني دابا كتعرفوا في اي خدمه كتبغي تخدمي فيها تيقولوا لك السي في ديالك، واش عندك الباك، واش عندك ديبلوم، واش عندك شحال من حاجه. فانا ما عنديش هادشي، يعني دافعه سيرو تنعيطوا لك. فكنبقى جالسه حتى يعيطوا ليا تيحن الله ربي يفتح بيبان الخير. فهذاك الشيء علاش قلت قررت انني شفت الناس يعني دايرين يوتيوب وداك الشيء، قلت علاش عوينه عطاها الله الناس علاش ما يشربش منها كل شيء. دخلت لهاد اليوتيوب وداك الشيء، ولكن للاسف كانت في الاول المشاهده طالعه عندي، من بعد المشاهده ما بقاتش طالعه. انا عارفه راسي انني ما كنحطش لكم شي فلوغات زوينين، لانني ما كنديرش تنظيمات، ما كنديرش خراجات، ما كنديرش زعما مشتريات وداك الشيء. فانتوما عارفين اخوتي للاسف انني ما عنديش انني باش ندير نشري كل ساعه مشتريات ولا ندير ولا هذا وداك الشيء اللي كيقدرني الله عليه راه كنديرو وكنحطو، ما كنخرجش بزاف يعني راه بلا ما نبدا نشرح بزاف وداكشي. فانتوما راه غادي تفهموا الوضع، يعني لا تكفيت غير مع دراستهم ومع مصروفهم وماكلتهم وهذا وداكشي، راه الحمد لله. اما عاد باش نزيد من هنا للقدام ان شاء الله، ديك الساعات غنبقى ندير لكم فيديوهات للاستفاده وداكشي، فاسمحوا لي لانني بحال كنضيع لكم وقتكم في الخاوي وانا ما دايره، ما زعما ما كنعطيكمش شي فيديو استفاده اللي تستافدوا منه. ولكن كما كنقول لكم ليكم الاجر، لانكم غتساعدوني فحال واحد الايتام الحيين، واحد جوج بنيتات يعني باقي ما عارفين والو. الحمد لله على كل حال، يعني غير حالنا من حال لحال، كنتمنى ربي يغير حالي الاحسن الحال ويغير حالكم حتى نتوما من الاحسن للاحسن. هادشي اللي كنتمنى اخوتي ليا وليكم ولجميع المسلمين والمسلمات. فهاد الفيديو هذا بغيت نديرو خاص شكر لكم بزاف اللي تاثرتوا معايا والقصه ديالي. فصدقوني اخوتي اقسم لك بالله العلي العظيم انني ما تنكذبش عليكم، فعلا تنصب علينا. البارح سولتوني راجلك علاش دخل على قبل الشيكات، يعني الشيك فيه 50 مليون اللي كان فيه هذا زعما راه داكشي باين وواضح وباين وكل شيء، يعني راه ملي كيكونوا شيكات اما تخلص اما سيزي اما صافي كتمشي كدوزها. فما كانش، وكما عرفتوا كورونا كانت جات وقفات، كانت تسد المحل، فاضطر انه باعو. منين باعو تنصب عليه في الشيك ديالو من اقرب الناس ليه، تنقول لكم صاحبه اللي هو وياه، يعني فرش ليه وبقى معاه وهذا وغنعطيك وغيبيع وانت غتعاود دير من جديد وغدير. فمنين كان الشيك جا قال له راني غادي نبيع هذه لاجونس ديالي، ملي غنبيع اجونس ديالي راه هذاك اللي غيشري من عندي لاجونس غيكتب الشيك نيشان في سميتك باش نعطيه لك. راجلي لانه صاحبه كنهضر معكم التليفون تيترعد، لان ملي كنبقى نجبد هذا الموضوع فعلا كنبقى نترعد. راجلي لان صديق ديالو داكشي فعلا صافي يعني تاق فيه. منين جا داك الشيك تدفع وداكشي، داك الشيك ما عمره كان عنده هذاك الشيء، ما عمر هذاك السيد كان عنده. ف تحجز على كل شيء، تحجز على ماني شيكات، دفعوا شيكات ودفعوا كل شيء، فتم القبض عليه. فهذه هي القصه. البارح كتكتبوا لي علاش القصه، فالقصه دايره على شيكات اخوتي، يعني كون كنشد فلوسه ديال البيع ديال القهوه اللي تباعت فكان غادي يخلص شيكات عليه وكان غادي يبقى لينا، كنا غادي نعاودوا نديروا واحد المحل ديالنا وغادي نعاودوا نبداو من جديد. فما كتابش، فالحمد لله هادشي اللي كتبوا لي لله انا حامده وشاكره. ولكن كنقول لكم كان هادشي جانا من عند الله كنت غنحمدو كتر وكتر، وما كانش دخل يعني انسان يدي لك رزقك، كان كياكل طعامك يدي لك ماشي ترزقك، رزق ولادك. وكنت غير انا ويا الراس في الراس كان ماشي مشكل، ولكن ملي تيكونوا عندك وليداتك صافي راه كتدوخي كتوقف بك الدنيا. ملي كتوصل لدرجه بك انك ما كتقديش تقومي بهم صافي كتبداي عاطيه غير البكا، ما كتعرفي ما ديري، ما كتعرفي حتى شي حاجه. الحمد لله صابره والحمد لله غاديين في طريق المستقيم، تربي سهل علينا عليا وعليكم وعلى جميع المسلمين يا ربي. خوتي كنتمنى منكم
كيما دخلت وقلت غادي تعاونوني وغتبقاو معايا متتبعين فلكم الاجر اخوتي، كنقسم لكم فمي بالله انكم لكم الاجر، راه ما تنكذبش وما تنقولش لكم شي حاجه اللي ديال انني باغا غير شي حاجه، انا راه ما باغا والو، باغا نعيش وليداتي فقط، ولادي نعيشهم تتبقى هاد الشيء اللي بقى لباهم ويخرج هو وداك الشيء، وديك الساعات هو يتكلف وهو غادي يشوف شنو غادي يدير، كما كيقول لي رانا غادي نخرج انا غنشوف شنو غندير، ولكن تيقول لي حاجه وحده، ايمان رزقي ما غنسمحش فيه، رزقي تنقول له واش بغيتي عاوتاني ترجع تما، واش بغيتي دير شي مشكل ترجع، تيقول لي رزقي ما غنسمحش فيه، كيقول لي كون هي انا هنايا ورزقي بقى لولادي وعايشين وداك الشيء فكنت غادي ندوزها، ولكن باش رزقي يديوه ليا ما غنسمحش فيه، ما غنسمحش فيه، ما غنسمحش فيه. فالحمد لله على كل حال اخوتي، كنتمنى منكم اخوتي للناس اللي كنتم متابعيني قبل كنتوا معايا وعارفيني بصراحه ما عمركم تخليتوا من عليا، كاينين ولاد وكاينين بنات وداكشي اللي يخطيكم عليا، كاينين عائلتي، كاينين هادو صحاباتي اللي بزاف راكم شفتو كيكتبوا لي زعما حنا في الحومه ديالك وداكشي وانا ما عارفاش وداكشي، الله يسهل عليهم حتى هما على ظروفهم، بزاف ديال البنات راه ماشي انا غير وحده، راه عدد منا خوتي، كنتمنى منكم انكم تبقاو مسانديني وتعاونوني ولكم الاجر، فكما قلت لكم راه هادو كيتسموا ايتام الحيين، ما تنساوش بارطاجيو لا فيديو ديالي مع صحاباتكم مع خوتكم مع عائلاتكم، ما تنساونيش بجيمات، ما تنساونيش بتعاليقكم، ما تنساونيش بدعواتكم الزوينه اللي والله العظيم الا فرحت بزاف 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 بزاف، امهات خوتي كاينين ولاد وكاينين بنات وكاينين كلشي، كيفاش دعيتوا معايا وكيفاش دعيتوا فيه، فراه كيقول لك دعوه 40 واحد مستجابه واكيد غتجيه غتجيه، كنتمنى منه انه يشوف هاد لا فيديو ديالي ولا فيديو ديال البارح ويقرا لي كومونتير ويقرا ديك الدعاوي اللي جاوا ديال حسبي الله ونعم الوكيل، وغادي يعرف بانه غتجي غتجي، غتلقاه 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 غتلقاه، غتجيه غتجي، لان واحد راه خاصو يعرف بان راه دمر عائله، وبعدا خاصو يعرف بان تيدوز هذا الموتور، خاصو يعرف بان راه روح على عاتقه ماتت، روح بسببه ماتت، غادي تقول العمر كيتقاضى ولكن كاين سبب، فالسبب هو انت انك قتلتي واحد الراجل اللي مات بالحسره على ولده، انت هو السبب، كنتمنى انه خوتي يشوف هذا الفيديو هذا ويعرف بانك دمرتي بنات، ها هما مساكن هاد البنات اللي دمرتيهم وحرمتيهم من الشوفه ديال باهم وحرمتيهم، حتى راكم عرفتوا الظروف، مره كيسدوا مره كيحلوا ما كيشوفوش، يعني مره في شحال فاش كيشوفوه في الاول فاش كان وقع له المشكل راه شحال كان في مراكش وانا جيت لسلا وكان تقطع الطريق وبزاف د الحوايج، دابا هنايا هو جابو لهنايا ولكن دابا عاوتاني راه سدوا، وفاش كتشي تشوفي زاج بينك وبينه داكشي عندهم غير باللمس والاشاره، ما كيشوفوه ما كيعنقوه ما تيبوسوه، يعني راه هاد الحرمان والدموع اللي كينزلوا في العواشر وكينزلوا ليهم، وبغينا بابانا تخيلوا البارح وحق الله جالسين كيلعبوا واحد اللعبه هي واختها، وتتقول ليها زعما الاب والام، وتتقول لها لا حنا ما عندناش بابانا، عطيت الدموع جاوني، كتقول لها لا ما نديروش اللعبه ديال بابانا، تكوني هي انت بنتي وانا ماماك، حنا ما عندناش بابانا، قلت لها علاش ما عندكش باباك بنتي، راه باباك هي مسافر وداك الشيء، قالت لي لا بابا ما الناس تيمشيو للخدمه وتيجيو عند وليداتهم وانا علاش ما تيجيش عندي، بقيت ساكته ما عرفتش ما نجاوبهم، فهادي تكفيك انك حرمتيهم، كون كان غير شهر شهرين عام عام ونص عامين، راه 5 سنين راه خلا وحده عندها في بنته خلا عندها 5 سنين يخرج يلقى عندها 10 سنين عزبه، وحده خلا عندها 3 سنين غادي يخرج يلقى عندها 9 سنين، فهادي بغيتها تكفيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك الى يوم الدين. خوتي ما نطولش عليكم، وكنت باغا ندير هذا الفيديو هذا ما بغيتش نبكي، ولكن عرفتوني انكم كتاثري في ولادك، فقط انا اللي كياثروني حاليا هما ولادي وداك السيد اللي مسدودين عليه البيبان، فكنتمنى خوتي ما تنساونيش بدعمكم وتبارطاجي، وكنتمنى يعني فهادي غير طلب طلب مني لكم انكم غادي تعاونوني بالبارتاج وتعاونوني يعني بالمشاهده وباللايكات وداكشي باش نقدر هاد الاسره تزيد القدام، وحتى نتوما غتكونوا معنا القدام، يعني هاد العمر هذا اللي كنساينوه يدوز غدوزوه معايا ان شاء الله بحول الله الا بقى العمر، يعني غادي تبقاو معايا وتشوفوا مراحل، طلعت بكم هبطت، لا اله الا الله محمد رسول الله، ما نطولش عليكم اخوتي،
نتمنى أنني نعاود نشوفكم على خير وبخير وتكونوا إن شاء الله بأفضل الأحوال. ويلا بسلام عليكم.